أغنى رجال الأنصار ومن نقباء يوم العقبة، محب صادق للإسلام ولرسوله، شهد بدر واستشهد في أحد، فكان مثال في التضحية والفداء. إنه الصحابي الذي أرسل الرسول يسأل عليه وهو في رمقه الأخير. فارس شم رائحة الجنة وهو في أرض الشرف والجهاد. وقفتنا اليوم مع الصحابي صاحب العقل السليم وقلب يحب الجميع، النقيب الشهيد سعد بن الربيع. هو سعد بن الربيع ابن عمرو ابن أبي زهير ابن مالك الأنصاري الخزرجي، أحد مبيع الرسول في بيعة العقبة، عقبي بدري، كان أحد نقباء الأنصار وكاتبا في الجاهلية، شهد العقبة الأولى والثانية وقتل يوم أحد شهيدا. الصحابي سعد بن الربيع نشأ في بيت عز وكرم، وكان والده يرغب في أن يتعلم. هل طريق العلم كان نفس الطريق نحو الإسلام؟ نعم، فأبوه هو سيد من سادات الخزرج وشريف من أشرافها، وكان العرب وكان اليهود يعيرون العرب بأنهم أمة أمية، فعهد إليه إلى كبار العلماء ليعلموه القراءة والكتابة، فكان كاتبا فصيحا في الجاهلية. ثم لما اشتد عوده عهد إليه إلى كبار علماء الفروسية ليعلموه القتال وركوب الخيل، فكان فارسا مقداما قويا شجاعا تفتخر به المدينة كلها. فعندما تعلم على أريادي بعض اليهود فذكروا له أن نبي سيظهر في الجزيرة العربية، دي نقطة البداية أن في نبي سيأتي. عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قابل بعض شباب الأوس والخزرج وكانوا مجتمعين أنهم معترضين على الحرب بين على عائلتهما الأوس والخزرج، وقدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكان من أوائل الشباب الذين ينتظرونه هو سعد بن ربيعة. نعم. عندما دخل الإسلام دخل حبا وعلما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا في الدين الإسلامي، ثم علما بما تعلمه على أيدي اليهود أن نبيا سيأتي من هذه الأرض. اشتهر على القبائل العربية في البداية علاقتها بالتجارة والتمور، لكن أسرة وأهل الصحابي سعد بن الربيع قرروا أن يخوض المجال في العلم والقراءة والكتابة. كان أبوه مالكا على بعض القبائل زي غطفان وأسد وغيرها، فكان ثريا، فالأمر ده ما خلاهوش ينصرف يعني للتجارة لأنه ليس في حاجة إلى المال، بل إنه اهتم بمسألة القراءة والكتابة، وهذه كانت قليلة جدا في العرب قبل الإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة ليعلم الناس الإسلام، وجاءت تلك اللحظة التاريخية التي لن تتكرر أبدا، ألا وهي بيعة العقبة الثانية، فكانوا على موعد مع سعادة الدنيا والآخرة. وهنا تأتي أو يأتي اللقاء التاريخي واللحظة التاريخية ببيعة العقبة، واللقاء الأول بين الصحابي سعد بن الربيع والرسول. كيف كان هذا اللقاء نقطة الانطلاق نحو الإسلام؟ نعم، هو عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سفير الإسلام مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو إلى تعاليم الإسلام، استطاع أن يستميل القلوب إلى عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فأسلم على يديه سيدنا أسيد بن حضير وسيدنا سعد بن معاذ، وكان من بينهم سيدنا سعد بن ربيع الأنصاري. كان ممن أسلم على يد مصعب بن عمير هو الصحابي سعد بن ربيع، فاشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق مع الـ يعني من سيذهب إلى النبي في العام القادم أن يكون معه، فكان معهم في البيعة الثانية في العام الثاني عشر من البعثة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ما بايعه عليه والمسلمون من الأنصار. فكان السعد كل السعادة لسيدنا سعد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي بيعة العقبة الثانية في العام الثاني عشر من البعثة. ك
كانت تربية النبي لسيدنا سعد بن الربيع أثراً كبيراً في نفسه، فهو الذي استطاع أن يؤثر أخاه عبد الرحمن بن عوف بماله وزوجته. تربية النبي للصحابة ومنهم الصحابي سعد بن الربيع في أن يكون يؤثر الآخرين على نفسه، وأيضاً المؤاخاة مع الآخرين وموقفه مع عبد الرحمن بن عوف. نعم، هو سيدنا سعد بن الربيع صحابي جليل باع الدنيا من أجل الدين، فاشتهر بالكرم والأخلاق مع سائر المسلمين. فلما اشتد الإزاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وخرجوا فارين بدينهم، نزلوا على إخوانهم من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فكان من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فعرض على عبد الرحمن بن عوف: خذ نصف ثروتي وأحدى زوجاتي. عبد الرحمن بن عوف رفض وقال: لا، أنا هشتغل وهكسب مالي من عرقي، أنا مش عايز حاجة من حد. لكن سعد بن الربيع له دلالة لماذا يذكر له هذا. كان يكفي أن يقول: أشترك نصف مالي، لكن أراد أن يطمئن عبد الرحمن بن عوف بأنه يمتلك أيضا، بأنه يمتلك. نعم، وأن ما سيعطيه سعد بن الربيع لعبد الرحمن لن ينقصه ولن يؤثر عليه، لأن نصف ماله ده طالما أنه أغنى الأنصار إذن هو سري. فأراد أن يعني ألا يشفق عليه عبد الرحمن بن عوف في مسألة الإصرار في المال، فقال: أشاطرك مالي. لكن هو عرض وكان صادق النية: نصف ثروتي لك. هذا هو الإصرار. نعم، صار الحقيقي في حبا في الإسلام. صحيح، وليس حبا في أي شيء آخر. منذ أن أعلن سعد بن الربيع إسلامه لم يتوانى عن تقديم خدماته للإسلام وأهله، جاهد في سبيل الله بنفسه وماله وكل ما يملك. من موقف الإخاء والجمال والروعة أنه أيضا ترك الدنيا ولم يسأل عن أبنائه ولم يسأل عن زوجته، وسأل. نعم، عن النبي وهو في الرمق الأخير من حياته. نعم، هو قد حضر غزوة بدر وقتل فيها قتال الأسود، ولما كان يوم استشهاد البطل في يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتني بخبر سعد بن الربيع؟ يقول سيدنا زيد بن ثابت: فجعلت أطوف بين القتلى. حتى وصل إليه فقال له رسول الله: يقرئك السلام ويقول لك كيف تجده. فقال: على الله، على رسول الله السلام وعليك السلام، أبلغه أني أجد ريح الجنة. في رمقه الأخير يسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل زوجاته وقبل أولاده، قبل أي شيء، بيقول لهم: أنني أشم رائحة الجنة وأريد أن أخبر الرسول السلام بها. شوف، واحد هذا قمة العطاء النفسي والديني. لم يفكر سيدنا سعد بن الربيع في حال أولاده ولم يفكر في نفسه، بل قال له سيدنا زيد بن ثابت: إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك يا سعد كيف تجد نفسك؟ فيرد سعد وهو في لحظاته الأخيرة ويقول: أبلغ رسول الله مني السلام وقل له إن سعدا يجد ريح الجنة. وأبلغ قومك الأنصار اللي هم قومه رسالة. هنا رسالة، يعني هو في الرمق الأخير بدل أن يقول يعني عن أبنائه وأسرته بيوصيهم بالرسول، وأبناء أسرته يطلب إسعافات أولية، يطلب نقل، يطلب كذا، لا، وهو يعلم أنه في الرمق الأخير، بدليل أنه مات بعد هذه العبارة: أعلم قومك في أنه لو خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم شرف يطرف، يعني رمش يتحرك. صحيح، فلا عذر لهم عند الله. في العام الثالث من الهجرة انتقل الصحابي سعد بن الربيع إلى جوار ربه، وقد نال ما تمنى من شهادة، محملاً للأنصار رسالة لرسول الله مضمونها المحبة والسلام.